مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. مساء الخير عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بكل خير كما عهدتمونا كل مساء في همسات رمضانية. معنا بعض الإخوة المشاهدين، أود أن أطرح عليهم سؤال في حس في الدين. إذا جاب معنا السؤال في كتاب مودي له من طرح حصة همسات رمضانية، كم عدد أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عدد الرسول صلى الله عليه وسلم. كم عدد والد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ كم عدد والد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله عدد أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم 7: القاسم، زينب، رقية، فاطمة، أم كلثوم، عبد الله، إبراهيم. مع العلم أنها عاشت فاطمة من ورائه 6 أشهر. والفائز معنا اليوم في حصة همسات رمضانية السيد رابح السويسي من والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. مشاهدينا الكرام، دمتم في الحياة وحبيبي صلى الله عليه وسلم. سأصحبكم إلى موعد آخر. سلام. جانا الخير بقدومك يا رمضان، شهر المغفرة والحب والأحسان. رمضان جانا الخير.